يقول: كيف يكون التعامل مع زوجة الأخ في الكلام؟ وأيضا هل أسلم عليها فقط ولا أكلمها؟ وهل هذا من التشدد؟ نعم، لا بأس بالسلام على زوجة الأخ وعلى غيرها، والكلام للحاجة، تسألها عن شيء أو تسأل عن حالها وتدعو لها أو ما أشبه ذلك، الكلام المباح لا بأس به مع الحجاب وعدم الاختلاط، لا يكون هناك اختلاط بينك وبين زوجة أخيك، لا تكون زوجة أخيك سافرة عندك، تكون متحجبة، لا يكون بينكم كلام سيء أو مغازلة، وإنما الكلام للحاجة والكلام المباح لا بأس به.